ابني حياتي ودنيتي. ليه تصرفات كتيرة دايما بتزعجني وبتشدني، احيانا كتير مش بيرد عليا ومش بيفهمني لما بتكلم. في مشاكل كتيرة كمان لأطفالهم، ان هم مش بيعرفوا يتواصلوا مع الباقيين او يعرفوا يلعبوا معاهم. من اكتر المشاكل كمان اللي بتواجهنا في حياتنا بالنسبة لما تجيلي ام وتقولي نفسي اسمع كلمة ماما من ابني. انتظروني انا وطفلي مع صباح رمضان.